بمشاركة المغرب انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة العادية 52 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن 8 رئيسية تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. ومن المقرر أن يناقش المندوبون مواضيعتهم التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال الفيدرالية وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري. كما ويناقش المندوبون العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات دولية أخرى. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى اجتماعات الدورة 52 على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع انطلاقها يوم الثلاثاء القادم.